السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة، يومكم سعادة وهنا ويا رب دايما متجمعين مع بعض في الخير وعلى خير وزايدين دايما دايما ومش ناقصين، يومكم حلو بإذن الله. النهارده بقى شوية وصفات لذيذ جدا جدا. عايزة أقول لكم بقى إن في وصفة بالسبانخ خطيرة، يعني لو الولاد ما بياكلوش السبانخ، لو الكبار ما بياكلوش السبانخ، فبالطريقه دي ان شاء الله هياكلوها وتعجبهم جدا جدا. كمان عندنا النهارده وصفه بالفراخ وبتتبيله كده لذيذه جدا، هنعمل النهارده فراخ بالكيجن، هنعمل كمان سلطه الحمص بالفلفل المشوي، وهنعمل جراتان البطاطس والسبانخ. ان شاء الله ثلاث وصفات سهلين لذيذ، وان شاء الله جربوهم ويعجبوكم. قبل ما نبدا حلقتنا تعالوا نفتكر مع بعض ارقام تليفوناتنا اللي تقدروا تتواصلوا معانا من خلالها. من اي تليفون ارضي على 0900 900، اما الموبايل هيكون على 2600 وفي انتظار مكالماتكم. وتعالوا يلا نسمي بسم الله ونبدا كده. اول وصفه معانا هتكون الفراخ، هنعمل الفراخ بالكيجن او بهارات الكيجن. تعالوا نتعرف عليها ونشوف هنعملها ازاي وطريقتها ايه. يلا بينا. هنحتاج فرخة كده مقسومة نصين أو على أربعة زي ما تحبي، بصل متقطع حلقات، يعني بصلتين كده متقطعين حلقات، عودين من الروزماري الفريش، وليمونة الليمون الأضاليا هنقطعها ترنشات. كمان عندنا أربع معالق كبار من عصير الليمون، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، وأربع معالق كبار من الزيت. البهارات بتاعت الكيجن بقى بتبقى عبارة عن إيه؟ معلقة من الفلفل الأحمر المجفف، عندنا نص معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، ومعلقة صغيرة توم باودر، ونص معلقة صغيرة من البصل البودر. كمان هنحتاج معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. دي المقادير. تعالوا بينا بقى نشوف مع بعض طريقة التحضير. وطريقة التحضير سهلة جدا جدا. بداية غسلين الفرخة بتاعتنا تمام التمام، ونشفناها بعد ما اتغسلت كده غسلة كويسة، وتشال منها أي حاجة بتدينا ريحة أو طعم زفارة، تمام، بتتشال كلها، وندعكها بملح أو بدقيق ذرة مثلا، كل ده بيشيل أي روايح غير مستحبة، ونشطفها كويس وننشفها كويس، تمام بالشكل ده. الفرخة فلة معانا اهي. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي اجيب سكينة، تمام، بس انا هأجل الخطوة دي شوية قبل ما اظفر ايدي في الفرخة والكلام ده كله، هخلي تقطيع الفرخة بعدين. تعالوا بينا بس نجهز الاول البهارات بتاعتنا، نحطها مع بعض كده ونخلطها. عندي هون فهحط فيه الفلفل، تمام، دي قرون الشطة اللي بتتباع كده عند العطار، بتبقى مجففة بالشكل ده، هحطها في الهون، تمام، هديها بس كده ايه خبطتين كده علشان تنعم معايا شوية، هحط لها بس شوية ملح علشان اقدر ان انا الملح بيخشن كده الحاجة اللي محطوطة في الهون فنعرف ندقها بسهولة. بقت الشطه معايا شطه مجروشه، لا هي الشطه الناعمه ولا هي القرون السليمه، هاخدها بالشكل ده. ابتدي احط عليها بقى البابريكا، البصل البودر، والثوم عفوا، والزعتر طبعا ده تاثير الشطه، ونحط ملح وفلفل اسود. ملح بقى على قد الفرخه اللي انا بعملها، وشويه البصل اللي هيبقوا تحتيها، وادي الفلفل كده. انا جهزت البهارات بتاعتي وهبتدي اقلبها مع بعض كويس. هايل. احط عليها بقى عصير ليمون، واضيف عليها كمان معلقه كبيره من العسل، والعسل ما تقلقيش خالص، بالعكس بيخلي طعم الفراخ مش قادره اقول لكم جميل قد ايه، واللون الذهبي اللي بتكتسبه وهي في الفرن بيبقى خطير بسبب العسل اللي محطوط. دوب بقى الكلام ده كله كويس، والتتبيله خطيره ريحتها حلوه قوي.
كده الخلطة جاهزة، يلا بينا بقى نمسك الفرخة بتاعتنا ونعمل فيها تشريحات بالسكينة بالشكل ده. كده عملنا الورك، ندخل بقى على الصدر نفس الكلام. حلو قوي. يلا النص التاني. التشريحات دي ليها كذا ميزة، ان هي بتسرع تسوية الفراخ، تمام، ان التتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها دي تتغلغل في انسجة الفراخ وتخليها تتشرب كويس جدا، فيطلع طعم الفراخ خطير وشارب من التتبيلة. كمان ليها ميزة حلوة قوي خصوصا في قطعة الصدر دي، لان انسجة الصدر بتبقى طويلة شوية، فالتقطيعات دي بتخليها تبقى الانسجة اقصر وبالتالي ما تدخلش جوه اسناننا والحاجات اللي بتضايقنا دي. كده انا خلاص ظبطت الفرخة وقطعتها، هبتدي اجيب البايركس اللي احنا هندخل فيه الفرخة الفرن. وفي الارضية هبتدي احط البصل وافككه من بعضه بالشكل ده. حلو قوي. عندي عود من الروزماري هبتدي افرطه هيل. هاخد الفرخة بتاعتي بقى اللي انا زبطتها وقطعتها، تمام، التتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها ننزل بيها. بصوا لون التتبيلة يا جماعة، حاول بقى كده ايه يعني ندخل جوه الفتحات اللي احنا عملناها التتبيلة. يا خبر على لون الفرخة، تحفة. محتاجة ان انا اقلب الفرخة من الناحية دي ومن الناحية دي علشان كمان اشربها من التتبيلة كده. يبقى الفرخة من جوه ومن بره اتبلت تتبيلة محترمة اهو. اتأكدت كده ان خلاص التتبيلة وصلت لكل جزء من اجزاء الفرخة، والبصل اللي تحت كمان اتشرب من التتبيلة بالشكل ده. شايفين الجمال واللون الخطير؟ تحفة. طيب عندي كده فلفل وعود روزماري، عايزين نظبط كده الفرخة بتاعتنا تطلع بشكل لطيف. شرايح الليمون اللي هتدي بقى ريحة حلوة قوي وتمنع لي ريحة اي زفارة موجودة في الفراخ. طبعا احنا غسلناها كويس فما فيش اي روائح. كده انا خلصت. عايزاكم كده تبصوا على شكل الصينية بتاعت الفراخ او الطاجن اللي هتخش الفرخة فيه الفرن قد ايه شكله جميل. عايز بس يدخل لو تدخل الفرخة تستوي وتتحمر وتطلع بالشكل ده على السفرة على طول، مش محتاجين حتى ان احنا ننقلها. طيب هسويها ازاي؟ فرني شغال على اعلى درجة حرارة، اعلى درجة ممكنة عندك في الفرن هنشغل عليه. واول ما هدخل الفرخة هدخلها على الارضية، محتاجة ان انا اخليها تغلي اوام، انا مش هحط لها اي سوائل. ليه؟ لان انا هغطيها، فطالما هغطيها فالفرخة هتبتدي تخرج السوائل اللي فيها وهتستوي فيها، مش عايزة يبقى في كمية مية وحس ان هي مسلوقة. تمام، تعالوا بينا يلا نغطي الاول ورقة زبدة. نظبطها كده على قد الطاجن بالشكل ده. وبعد كده عندنا ورقة ألمنيوم، نحكم الغطا كويس. وبعدين هدخل زي ما قلنا على الأرضية، الفرخة تقعد على الأرضية حوالي ربع ساعة، ربع ساعة على الأرضية على أعلى درجة حرارة.
طيب بعد الربع ساعه ده هنعمل ايه؟ هبتدي هدي درجه الحراره عليها، بدل ما هي كانت 250 مثلا هتبقى 180، واسيب الفرخه حوالي ساعه ونص علشان تستوي وتطلع معاكي بقى. تعملي كده تلاقي العظمه في حته واللحمه في حته تانية. تعالوا بينا يلا ندخلها، يلا على الرف الاسطاني، سوري على الارضيه على طول. تمام زي ما قلنا كده حوالي ربع ساعه، اتاكد بس ان هي غليت وتطلع بقى معانا حته فرخه خطيره. دي كانت وصفتنا سهله ولذيذه وبسيطه، والنتيجه مش قادره اقول لكم على جمالها. بينا بقى نطلع فاصل صغير خالص، نرجع من بعدين نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. بعد ما عملنا الفرخة الخطيرة اللي بتستوي في الفرن، تعالوا بينا نعمل بقى طاجن بطاطس بالسبانخ جراتان. عايزة أقول لكم كتير مننا، في كبار وصغيرين من ولادنا، ما بيحبوش السبانخ، ما تعرفوش ليه، يعني في كده حائل بينهم وبين بعض. فالنهاردة عايزين نكسر الموضوع ده كده ونخليهم ياكلوا السبانخ. فعايزة أقول لكم الوصفة دي من الوصفات اللذيذة جدا اللي هتخليهم ياكلوا السبانخ. كنت عملت لكم وصفة قبل كده برضو بالسبانخ، ويعني لاقت إعجاب كتير جدا، وكتير جدا جربوها وعجبتهم وبقوا يقولوا إحنا كناش بنحب السبانخ وحبيناها. فأنا عايزاكم كمان تجربوا دي وتشوفوها معانا النهاردة، علشان إن شاء الله هتعجبكم جدا. بينا بقى نشوف المقادير. مقادير جراتان البطاطس بالسبانخ هيكون عبارة عن كيلو من البطاطس متقطعة شرايح كده ونازلة في مية مغلية دقيقتين ثلاثة بس و مصفينها. تمام اهي بصوا، يا دوبك يعني ايه دخلت النار او دخلت في الميه المغليه حوالي دقيقتين ثلاثه بس، علشان هي متقطعه رفيع بالشكل ده. يبقى البطاطسايه متقطعه اربع ارباع كده ومتخرطه ترانشات رفيعه، ونزلت في ميه مغليه 3 4 دقائق وطلعت اتصفت وبقت جاهزه معانا بالشكل ده. هنحتاج كمان نص كوبايه كريمه طهي او معلقتين قشطه اللي متاح عندنا، كوبايتين من الحليب، مكعبين من الزبدة، معلقتين كبار دقيق، مكعب مرقة، ملح وفلفل اسود. تمام، علشان نعمل السبانخ ونقول ايه بقى الحشوة اللذيذة دي بتاعت الطاجن النهاردة اللي هي السبانخ، هنعملها بايه؟ حزمتين من السبانخ هنغسلهم كويس قوي ونقطعهم. تمام، وبعد كده هنحتاج بصلاية كبيرة متقطعة جوانح، فلفل حامي متقطع صغير، معلقة صغيرة من الثوم المهروس، مكعب من الزبدة، رشة سكر، معلقة صغيرة من المرقة الفورية، ونص معلقة صغيرة كزبرة، ملح وفلفل اسود. والوش بقى عشان نضحك على الولاد كده ويعجبهم الطاجن قوي، هنحط لهم شوية جبنة موتزاريلا علشان ناخد كده وتمط معانا، وان شاء الله هتعجبكم جدا. تعالوا بينا يلا نشتغل ونشوف هنعمل ايه. بداية كده هنعمل الحشوة اللي هي السبانخ او خلطة السبانخ النهاردة. فهناخد الزبدة وهناخد البصل ونروح على وك كده يكون سخن. تمام، هحط بس معلقتين زيت الاول كده يمتصوا الحراره بتاعه الووك، وانزل مكعب الزبده بسم الله عشان يدي طعم حلو، وهب يلا على طول البصل، ونشوح البصل بقى ونديله لون ذهبي كده لطيف. والبصل بيتشوح كده، بحاول افككه من بعضه عشان ما تبقاش كتلة بصل مع بعضها، اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل عليه بقى بالثوم والبهارات، معلقة الثوم الصغيرة، احط بقى الكزبرة، رشة من السكر، نقلب زي ما انتم شايفين كده، بدا البصل يتكرمل. احط كمان فلفل اسود ونديه ملح ونقلب كده، خلاص ريحه الثوم كمان ظهرت وده اللي احنا عايزينه. هدي قرن فلفل احمر، لو احنا بنحب الحاجه سبايسي هنحطه حراق، عايزينه فلفل رومي مفيش مشكله.
وننزل بعد كده بالسبانخ. الروايح طالعه هايله. هنحتاج نحط ميه خالص. ليه بقى؟ لان السبانخ من الورقيات اللي بتحتوي على ميه كتير جدا جدا. فاحنا هنقلب عايزه اقول لكم ان الوصفه دي ممكن ان احنا نضيف فيها مشروم نشوحه بعد البصل، او كمان نضيف مثلا عندي صدر فرخه كده بايت من امبارح وناشف ومحدش هياكله، اقدر ان انا اقطعه قطع صغيره واحطه مع البصل والسبانخ، هيدي طعم حلو قوي وهيطرى ويبقى لذيذ جدا كده. خلاص زي ما انتم شايفين بدات السبانخ تنزل الميه بتاعتها، عشان كده كان لازم ان احنا ندي تشويحة محترمة للبصل عشان يستوي ما يبقاش ني. طيب تعالوا الناحية التانية بقى في الحلة اللي على النار، نشغل عليها كده ونبتدي نعمل الصوص. بالصوص هو صوص بشاميل، هحط الزبدة، هستنى بس كده الزبدة تبتدي تسيح شوية عشان ننزل عليها الدقيق، اهم حاجة ما نسيبهاش تتحرق. هنا في السبانخ هحط اخر حاجة المرقة، مكعب مرقة او مرقة فورية عشان تعزز كده الطعم. هستنى بس المية بتاعت السبانخ تنشف، وده اللي احنا عايزينه. والناحية دي الزبدة بدأت اهي تسيح، عايزين نحط عليها بقى الدقيق علشان نبتدي نشوحه كأننا بنعمل بشاميل بالظبط، هو صوص بشاميل، وده اللي هيخلي بقى السبانخ في حتة تانية خالص. الحلة هتبتدي تسخن والزبدة هتسيح علشان نشوح كده الدقيق ونديله كده نقول ايه تسوية على خفيف خالص من غير ما يغير لونه. تقليبه من وقت للتاني للسبانخ عشان ما تتلسعش وتتحرق مننا وتمرر معانا لو لزقت على النار. انا شايفه ان كده حلو قوي قوي. يلا نرفع من على النار ونركنها كده على جنب، ريحتها حلوه جدا. هنقل بقى الحله دي كده علشان نشتغل بقى فيها كده قريب. حاجة بقى في صوص البشاميل، وده من الحاجات اللي ممكن ناس كتيرة بتغفل عنها، ان الدقيق ما ينفعش يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كده، شايفين الجزء ده؟ ده بصوا نقول عليه ايه، مكلكع وحتت كده جنب بعضيها، ده ما ينفعش. لازم تكون المادة الدهنية كافية ان هي تخلي الدقيق كله ناعم كده ومفهوش تكتلات، ده اللي هيخلي بعد كده صوص البشاميل معاكي ناعم وكريمي بدون ما يكون فيه قطع كده او كلاكيع كده من الدقيق. تمام اهو بالشكل ده. طبعا ده كان عشان الزبدة لسه ما ساحتش، لما الزبدة ساحت بصوا كده هو ده اللي احنا عايزينه، يعني ده القوام بتاع الدقيق اللي احنا عايزينه. ما ينفعش يبقى السمنه او الزبده قليله وبالتالي تلاقي الدقيق مكور 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 جنب بعضه، ففكه بيبقى بعد كده صعب. فلازم الماده الدهنيه تكون كتيره شويه بالشكل ده، اللي هي مخليه الدقيق ناعم جدا وفاكك خالص جوه الزبده كده. خلاص زي ما انتم شايفين الدقيق خد كده تقليبه محترمه على النار بدون ما يغير لونه. حضر الويسك واللبن اللي بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي بقى انزله على ثلاث مراحل. ادي اول مرحلة واقلب بسرعة 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 لغاية ما ادوب الدقيق اللي في الاركان وكل حاجة في اللبن. بصوا اهو انا دوبت الدقيق تماما، هيبتدي يغلي ويتقل تحت ايدي، اروح نازلة بالدفعة التانية من اللبن. بصوا اهو، وانسي بقى ان البشاميل كلكع معاكي تاني.
حطيت بقية اللبن وفي انتظار ان صوص البشاميل يغلي وياخد بقى القوام بتاعه المظبوط، ونبتدي نتبله بقى. اكيد ملح وفلفل اساسي معانا على قد الكمية طبعا اللي معانا، وندوق طبعا. زي ما قلت لكم عندنا كمان مكعب من المرقه هننزله، وعندي كريمه او وش اللبن، ده بيبقى اسهل حاجه والمتاح عندنا. هنحط معلقتين من وش اللبن، هيدونا طعم حلو جدا وقوام وطعم غني جدا جدا لصوص البشاميل. يبقى بديل الكريمه بتاعه الطهي ان احنا نحط معلقتين كبار من صوص البشاميل. تمام كده احنا زي الفل، فاضل بس ان انا اضيف القشطه وخلاص. هروح احضر بقى البايركس اللي هندخله الفرن. البايركس ده هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه البطاطس اللي احنا زي ما قلت لكم يا دوبك نزلناها في ميه مغليه 3 4 دقائق ورفعناها على طول، صفيناها علشان ما تتهريش. تمام بس تبقى واخده يعني نقول ايه تلتين سوا بالشكل ده. حلو قوي. نرجع لصوص البشاميل اللي ابتدى يغلي عشان نحط له الكريمه. وصوص البشاميل هنا مش هيبقى سميك قوي، هيبقى متوسط السمك. طيب عندي هنا بقى السبانخ هبتدي اضيفها. زي ما قلت لك بقى والله عندك لحمه معصجه عايزه تزودي تقدري تحطيها، عندك قطعه فرخه متبقيه كده ومش عارفه محتاره تحطيها في ايه، دخليها قطعيها كده حتت ودخليها في الوصفه، هتخلي طعم الوصفه خطير. حطينا السبانخ. تمام حلو قوي. نروح بقى لصوص البشاميل ونشوف ايه الاخبار. هيغلي كله اهو. اول ما يغلي كله خلاص انا كده اتاكدت ان الدنيا تمام والقوام ظبط، وحطيت الملح والفلفل ومكعب المرقه والكريمه او القشطه اللي متاح عندنا، والدنيا معانا بقت جاهزه وزي الفل. يا دوبك بس يغلي وارفع من على النار على طول. طبعا في التوقيت ده ينفع ان انا اخد بالمعلقه وادوق واشوف الملح اخباره ايه، مظبوط عايز يتظبط زي ما احنا عايزين كل واحد. طبعا الملح ده بيبقى يعني ايه متفاوت ما بين كل اسره والتانيه، في ناس بتحب ما فيش ملح غير حاجه بسيطه خالص، في ناس تحب الاكل يعني حادق اكتر، ده على حسب اكيد. زي ما انتم شايفين خلاص كده الدنيا تمام وزي الفل، مستعدين ان احنا نرفع من على النار صوص البشاميل ونبتدي نضيفه على الطاجن بتاعنا. كده اتاكدت ان هو غلي تمام التمام. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هننزله بما ان قوامه متوسط السمك فهينزل بقى ويتغلغل كده جوه البطاطس والسبانخ وكله ياخد من طعم البشاميل الخطير اللي احنا عاملينه. صوص البشاميل من الصوصات الخطيره اللي ما تتحط في اي حاجه صدقوني بتفرق في طعمها 180 درجه، علشان كده قررنا نعمل السبانخ بالبشاميل بالشكل ده، صدقوني هتعجبكم جدا. يلا ننزل بقى كل الصوص بتاعنا، حتى خبينا السبانخ اهو مش محدش هيشوفها. اخر حاجه زي ما قلت لكم بما ان السبانخ مستويه البطاطس يعتبر مستويه صوص البشاميل مش محتاج حاجه، فانا هحط كمان الجبن وندخل يلا الفرن على طول على الرف الوسطاني لغايه ما الطاجن يغلي كله مع بعضه والجبنه تسيح وتاخد لون ويطلع بقى الطاجن الخطير ده بألف هنا وشفا على السفره على طول. يتقدم جنب ايه؟ يتاكل بالعيش هيبقى حلو قوي، يتاكل جنب رز برده هيبقى خطير، فمفيش مشكله خالص.
احنا عاملينه جنب الفرخه بتاعتنا اللذيذه النهارده، وهنقدم جنبيهم رز، فكده الدنيا مش محتاجين حاجه تاني خالص. هايل، الطاجن ظبط والدنيا تمام. هفتح الفرن وابتدي ادخل على درجه حراره 200، بما اننا كده كده هدينا على الفرخه، فعلى درجه حراره 200 وعلى الرف الوسطاني لغايه ما الجبنه تسيح وتاخد لون، ونقفل ونطلع فاصل صغير خالص ونرجع من بعدين نشوف هنعمل ايه تاني. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما عملنا الفراخ الخطيرة بالكيجن او توابل الكيجن، وانا خلاص لقيتها دخلت في التسوية فشلت من عليها الغطا وحطيتها بقى علشان تتحمر. كمان عملنا مع بعض البطاطس بالسبانخ الجراتان، ان شاء الله كده وصفة خطيرة هتعجبكم جدا. وجه وقت دلوقتي ان احنا نعمل شوية سلطة، انما ايه حكاية، هنعمل سلطة الحمص والفلفل المشوي. تعالوا بينا بس نشوف المقادير كده وبعدين نتكلم احنا شوينا الفراخ ازاي وسلقنا الحمص ازاي، كل ده هنقوله مع بعض. مقاديرنا هتكون عبارة عن 2 كوباية من الحمص المسلوق، يعني 1/4 كيلو حمص، 2 فلفل رومي مشوي، هنحتاج كمان 1/2 كوباية بصل اخضر متقطع شرايح صغيرة، 1/2 كوباية من الخيار المخلل متقطع مكعبات صغيرة جدا، 1/4 كوباية من البقدونس المفروم، و1/4 كوباية من الشبت المفروم، و1/4 كوباية كزبرة خضرة مفرومة، 1/2 كوباية ذرة حلوة. مش قادرة اقول لكم السلطة دي كده تكوينها كله خطير بجد، والدريسنج بتاعها كمان تحفة ولايق عليها جدا. الدريسنج او التتبيلة بتاعت السلطة دي هتكون عبارة عن 2 فصين من الثوم مفرومين ناعم جدا، يعني دقنهم في الهون كده، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، 1/2 كوباية من الطحينة، معلقتين كبار من زيت الذرة، ومعلقة صغيرة كمون وملح. دي كده مقادير التتبيلة بتاعت السلطة. تعالوا نمسك بقى يعني حاجة حاجة. احنا عندنا هنا حاجتين الأساسيين معانا اللي هم الحمص المسلوق وكمان الفلفل المشوي. الحمص بنجيبه طبعا بننقيه لو في اي حاجه مش مظبوطه، حص والكلام ده كله، ونغسله كويس قوي وبننقعه حوالي 6 ساعات، يعني من بالليل للصبح. اقوم الصبح بقى اروح شطفاه من ميه النقع، ده ضروري جدا ان احنا نرمي ميه النقع دي، وابتدي احط عليه بقى ميه مغليه وارفعه على النار. هرفعه على النار واحط له حوالي 1/4 معلقه صغيره من البيكنج صودا، تمام، علشان تسهل معايا التسويه وما يطولش معايا على النار، واديله رشه ملح بسيطه واسيبه بقى رشه الملح البسيطه دي بعد ما خلاص يكون دخل في التسويه. كده خلاص الحمص اتسلق وبقى جاهز معانا، تمام. طيب ازاي نشوي الفلفل؟ الفلفل ده اللي هو الفلفل الرومي الكبير الاحمر، بعمل ايه؟ بحط عليه شويه زيت ورشه ملح وابتدي اغلف كل وحده فلفل في ورقه الومنيوم وادخلها الفرن يتشوي ويتظبط كده، وبعدين اطلعه وهو مقفول لسه في الورق الالومنيوم، اسيبه شويه يبرد. لما بسيبه يبرد وهو متغطي كده بالفويل زي ما هو، اللي بيحصل ان هو بينطر القشرة بتاعته، فيبقى تقشيره بعد كده بكل سهولة، خاصة كمان لو القشرة بتاعته أخدت لون كده شوية، فببتدي أقشره وأقطعه بيبقى جاهز معايا. كده خلاص سلقنا الحمص، شوينا الفلفل، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هبتدي أجيب يعني طبق أخلط فيه المكونات بتاعتي، ده مش طبق التقديم، ده طبق عادي، وابتدي انزل بقى كل مكونات السلطه. عندنا زي ما اتفقنا الحمص مسلوق ومتصفي، هحط عليه بقى الفلفل اللي احنا شويناه وقطعناه حتت صغيره، طبعا طعم الفلفل المشوي بيبقى حلو جدا. هحط البصل الاخضر، والالوان معانا بقى مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه، خيار مخلل هيدي طعم حلو قوي قوي. عايز اقول لكم سلطه كده يعني كلها عناصر مختلفه ومفيده جدا، غنيه بالفيتامينات. احط كمان الذره، كل ده احنا مصفيينه. ننزل بقى بالخضره،
اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، وده بقى هيضيع معانا طعم البصل خالص، مش هيخلي بقى طعم البصل يكون نفاذ. وايدي الشبت نخلط بقى المكونات دي مع بعض كويس. سلطة الحمص من السلطات المشبعة، يعني لو حد بيعمل نقول ايه حمية دايت الكلام ده كله، بيقلل شوية من الاكل بتاعه، فدي وصفة لذيذة جدا بتشبع وتملى المعدة كده وتخليكي قاعدة فترة مش عايزة تاكلي زي الفل. وعشان الحمص من البقوليات اللي ممكن تعمل انتفاخات، فضروري يتحط فيها كمون، عشان كده هتلاقوا التتبيلة بتاعتهم او الدريسنج بتاع السلطة فيها كمون. عايزين نبص بصة بس كده، يا سلام لحقناه في التوقيت المناسب سبحان الله. الطاجن غلي كله مع بعضه بقى، والبطاطس اتشربت من السبانخ ومن صوص البشاميل، والجبنة ساحت ولونت والدنيا زي الفل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والريحة بقى بجد تحفة. الناحية التانية بقى الفرخة بتاعتنا بتتحمر كده وبتتظبط، أنا هنقلها الناحية دي. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله هظبطها بقى على الشواية. ونركز بقى مع بعضينا عشان ما ننساهاش وتتلسع مننا. عملنا السلطه، طب يلا بينا بقى نعمل الدريسنج بتاعها. طبق وابتدي بقى ايه احط فيه الطحينه، والطحينه دايما مع الحمص بتبقى خطيره. بسم الله، احط كمان عصير الليمون، فصين الثوم اللي دقنهم، الكمون. وهنا بقى في نقطة، احنا حاطين خيار مخلل، فضروري اخلي بالي من الملح. خيار مخلل يعني نسبة الملح فيه عالية، فعلشان كده هنا في التتبيلة يدوبك احط شعرة بس كده من الفلفل، بسيطة خالص من الملح ومن الفلفل، تمام؟ ما نكترش ملح بقى علشان عندنا هنا في خيار مخلل. طيب أنا محتاجة أزود كمان شوية مية، مية من الحنفية عادية جدا. ونخلط بقى الكلام ده كله كويس. عايزه بقى طعم الصوص ده يبقى كريمي اكتر، غني اكتر، ممكن تضيفي معلقه كبيره من المايونيز معاه، ويا سلام بقى، او الزبادي كمان هيبقى حلو قوي قوي. الزبادي بقى لو بنعمل دايت هيبقى تحفه. زي ما انتم شايفين كده، يعني اكلات الدايت بتاعتنا خطيره. ايوه احنا بنرضي جميع الاذواق. القوام بقى حلو قوي، تمام، مش تقيل تقل جامد ولا خفيف قوي، علشان ينزل كده يتغلغل جوه الحاجه بتاعت السلطه، مكونات السلطه كلها، وناخد طعم لذيذ جدا. يبقى كده جهزنا السلطه وجهزنا الدريسنج بتاعها. ايه رايكم؟ تعالوا نطلع فصل صغير خالص، نرجع على طول، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. رجعنا لكم تاني بعد ما طلعنا الجراتان بتاع البطاطس والسبانخ وطالع شكله خطير، وجبنا الرز كمان اللي هنقدمه جنب اكلتنا النهارده، وعملنا سلطه الحمص بالفلفل المشوي.
كنا خلاص قلبنا الخضار مع بعضه بألوانه الخطيرة، وزي ما قلت لكم بقى سلطة لذيذة ومشبعة في نفس الوقت. شايفين الجمال والألوان تحفة. عندنا بقى كمان الصوص الخطير اللي احنا عملناه مع بعض. ناخد كده بقى وننزل على السلطة بتاعتنا. زي ما قلت لكم الصوص قوامه حلو قوي، لا هو خفيف قوي فينزل يقعد في الأرضية، ولا هو تقيل قوي ما ينزلش للمكونات اللي تحت، لا قوامه متوسط كده وخطير زي ما انتم شايفين. مش عايزة اغطيه كله، فهحط باقي الصوص في صوصيرة كده تتقدم جنب السلطة. كمان الطبق بتاعنا ممكن نديله كده ايه شرايح لطيفة من الليمون كده، شريحتين فلفل، وبكده يكون طبق السلطة بتاعنا جاهز للأكل. ممكن ناكله بقى، نحمص شوية عيش جنبه فيبقوا لذاذ جدا. لا خلي ده كده، انا عايزة اجيب بقى الفرخة. زمان الفرخة اخدت اللون واتظبطت. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله ما شاء الله تحفة، اللهم بارك. بجد يعني شكلا وموضوعا زي ما قلت لكم مش محتاجة ان انا اغرفها في حاجة، بصراحة شكلها حلو جدا. هنعمل بس فيها حاجة بسيطة خالص، فرشة كده. شايفين لون الفرخة ولون تحميرها؟ الصوص بقى اللي نزل ده تلميعة حلوة كده عشان تبقى مغرية اكتر على الاكل. هي مغرية من غير حاجة بس تلميعة دي. وان احنا ناخد من التتبيلة نطلع عليها كده، ده بيدي كمان طعم حلو قوي ولون حلو قوي. تحفة ما شاء الله. لا مستنياكم بقى تجربوا الوصفات وتقولوا لي رايكم ايه. بس زي الفل. ترتيبه كده كويسه يا استاذ حمدي ولا نعمل فيها اي حاجه؟ تمام. طيب انا بس هجيب هنا كوستر كده نحطه. وادي دي تتبيله السلطه عشان اللي عايز يزود. ودي كانت وصفاتنا النهارده، عملناها كلها وطلعت كلها قدامنا على الهواء. عملنا جراتان البطاطس بالسبانخ، يعني لو ملكوش في السبانخ قوي مش حابينها بالطريقه التقليديه اللي بتتعمل بالطماطم وكخضار يعني وكده، فنقدر نعملها بالشكل ده. غطيناها بصوص خطير من البشاميل وشويه جبن على الوش، هي كمان كانت متشوحه مع بصل وثوم وفلفل وبهارات، فطعمها وريحتها هايلين جدا جدا. وفي الارضيه كده شوية بطاطس لزاز، فالموضوع بجد يستحق التجربة. وزي ما قلت لك حابة تزودي عليها قطع فراخ، تزودي عليها لحمة معصجة زي ما انت عايزة. كمان عملنا النهاردة فرخة مشوية ذهبية ببهارات الكيجن، وعملناها مع بعض وطلعة زي ما انتم شايفين كده حاجة بجد ايه تفتح النفس على الأكل. قلنا تسويتها وكل حاجتها والدنيا زي الفل. كمان السلطة بتاعتنا المميزة النهاردة سلطة مشبعة ومفيدة وغنية بالعناصر الغذائية، كانت مكونة من الحمص ودول الأساس فيها حمص، وكمان فلفل رومي مشوي مديلها طعم حلو جدا، مع بصل بقى أخضر وكزبرة وشبت وبقدونس وكمان ذرة. والتتبيلة بتاعتها كانت من الطحينة مع الثوم والليمون والكمون أساسي طبعا علشان الحمص، فالخلطة خطيرة والسلطة تحفة جدا، لازم تجربوها إن شاء الله. دي كانت وصفاتنا النهاردة، أتمنى تكون نالت إعجابكم وتكون الحلقة عجبتكم، وتجربوا الوصفات وتبعتوها لنا وتقولوا لنا رأيكم فيها إيه. هستنى تعليقاتكم واستنى تطبيقاتكم على بيج العزومة، وكنت معاكم فاطمة بوحاتي. أشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.